جميل جدا. لو نتحدث عن الفنان والأخ الصديق نبيل عسلي، كان له دور مميز أيضا، يعني رسالة نبيل عسلي اللي راه غايب على العرض لظروف، وأيضا يعني نقدر نشوف نبيل عسلي في أعمال سينمائية عالمية، لما لا، بفضل يعني المجهود الجبار اللي راه يقدمه في الأعمال السينمائية الجزائرية. الوغ حبيت نقول كلمه لنبيل، راك خصيتنا نبيل، علاه ما جيتش؟ الوغ نبيل خويا وخونا كامل. نبيل كان الدور تاعو هنا مخالف جدا، لكن كيما شفتوه مخالف، لعب دور خبيث وذيب، وتحسوا من اللي غير تاع المشيه. نبيل خدم بزاف على الشخصيه هذه، خدم الكاركتر تاعها الخارجي والداخلي، جو حتى المشيه كيف يهدر كيف يتعامل، كان بعيد بزاف على ممكن الادوار الاخرين. نبيل عنده مشي هذه اللي نقولها انا، يقولها الجمهور الجزائري وتقولها الجزائر كاع، ويقولوها حتى في الدول العربيه حقيقه. نبيل عنده مستقبل، ومستقبل كبير. نبيل ان شاء الله نشوفوك في الاعمال العالميه، علاش لا؟ باسكو نبيل يستاهل، وانسان ديسيبليني في الخدمه، يعني ديسيبليني، يعني كي نبداو نخدمو يخدم، ما كانش لاب ومهبول، ومن طوم داير لنا الامبيونس، دايرين الضحك، كمال الرويني، مراد صاولي، مبروك فروج، وسمحوا لي اذا عبد القادر محملي، كاين اسامي ممكن نسيتهم، يسمحوا لي. حتى حبيت نشكر ولاد بسكره اللي كانوا ضمن الفريق، اللي لعبوا معنا، نون اللي لعبوا وشاركوا في العمل، والله كانوا مميزين، يبانوا صح يمثلوا، هما ماهمش ممثلين بصح كانوا داخلين في الدور، كان جو عائلي وخلاص. جميل جدا. سؤال اخير حورية، بعيدا عن المهرجان وبعيدا عن الفيلم، جديد حورية في الايام القادمه؟ جديدي والله عندي ان شاء الله يكون عندي عمل فيلم قصير طبعا اجتماعي، راهم في المونتاج ان شاء الله، لا ممكن العام هذا يكون كمل ويشارك حتى في المهرجانات الدوليه، ويشارك هنايا ويشوفوه ثاني في قاعه السينما. عندي عمل مسرحي ان شاء الله ملحمه للمايسترو احمد الرزاق، رانا ديجا في طور التدريبات، خليت التدريبات وجيت هربت للمهرجان ويحكموني يقتلوني، ما حضرتش التدريبات يسمحوا لي. بمناسبه ثوره التحرير الاول نوفمبر، وبعض الاعمال المسرحيه ان شاء الله، واعمال رمضانيه، ولما لا؟ مشكورة حورية، مشكورين أيضا جماهيرنا على حسن المتابعة والإصغاء. إلى لقاءات أخرى إن شاء الله، سلام. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.